نرحب بكم مجددا. وستيلا اتكلمت عن البدايات بتاعت التجربة، اتكلمت عن البيئة الثقافية اللي نشأت فيها واتكونت خلال تجربتها الإبداعية، اتكلمت عن جوانب من تجربتها في كتابة العمود الصحفي، ولأي مدى الكتابة الصحفية خصمت من تجربتها الإبداعية، ولأي مدى أضافت لتجربتها الإبداعية. برضو اتكلمت عن تجربتها في المشاركات في المؤتمرات خارج السودان وداخل السودان، وهي غالبيتها مشاركات بتتعلق بالقضايا بتاعة الهوية، وأكثر من ذلك فيها ملامسات لبعض الجوانب السياسية. بجانب ذلك برضو اتحدثت عن وقدمت إضاءة ضافية عن تجربتها في العمل الثقافي مع أبناء جيلها في جوبا بعد الانفصال بتاع الجنوب، واتكلمت عن المرحلة دي ومساهمتها مع بقية أبناء وبنات جيلها في تأسيس الصحافة باللغة العربية، وتناولت بعض القضايا وقدمت إضاءات وقدمت نص. نحن وعدين الناس إنه هنقدم برضو هتقدم نصوص جاي بنحتذر عن للناس بصورة عامة عن عدم توفر نسخ من الكتاب. كنا بنأمل يعني في إنه تتوفر، لكن الطبعة الأولى نفدت، الطبعة الثانية نفدت. كان في اقتراح إنه لو كانت موجودة نسخ في الخرطوم نأخذ أسامي الناس وعناوينهم لتصلوا لاحقا، لكن للأسف ما موجودة. أسي بيتم الإعداد لطبعة ثالثة من الكتابين، في الغالب حتصدر في أكتوبر، وفي الوقت ذاك حنحاول نشوف طريقة بالتواصل مع الناشر إنه تتوفر نسخ حتى إذا كانت هي ما موجودة. بنذكر الناس برضو بالكتب بتاعة الكاتب محمد حمد والكتب بتاعة الكاتبة سارة رجاك. قبل ما نفتح الباب للحوار وللمداخلات، معانا إبراهيم حسن كوجان، وهو عنده تجربة بتاعة كتابة في القصة القصيرة، وبرضو عنده مداخلة بتتعلق من خلال قرايته لأعمال ستيلا، فحيقدم لنا مداخلة في 5 دقائق. أول حاجة في المسألة بتاعت كتابة القصة القصيرة، هي حاولت أعمل مداخلتي من خلال التجارب اللي مريت بها قراءة، يعني تحديداً لسبب تاريخي جداً. معظم القصص القصيرة اللي قريت زمانك هي قصص قصيرة مترجمة للغة الروسية، أنتون تشيكوف وماكسيم جوركي، واللي اسمه الثاني جوزيف موسكوفيتش بتاع الأم. فمع الزمن ده كان في يعني عمل نقدي، يعني القصة القصيرة ذات شنو، والناس ليه لجأت تكتب قصة قصيرة في الزمن. البداية الروسية للقصة القصيرة في زمن أنتون تشيكوف وماكسيم جوركي كان قباله طبعا، هي مجموعة بتاعت أقرب للخواطر لكن بتاخد حيز بتاع بداية ونهاية وكده، وقد تكون نهاية فجائية. والشيء اللي كان متفق عليه جميع إنه القصة القصيرة كانت في الغالب أقرب ل يعني اللغة بتاعتها بين اللغة السردية واللغة بتاعت القصيدة، عشان كده جات الكلمة بتاعت تكثيف ذاتها. هي لغة مكثفة جدا جدا، الكاتب فيها يعني بيكاد يكون بيكتب في لغة أقرب للشعر، لكن بصورة أقرب للسرد برضو. في الزمن بتاع القصة القصيرة لما بدأت في روسيا زماني، كان في يعني الناس ما اهتموا بها كثير. حتى أنتون تشيكوف قال أنا بدأت أكتب القصة القصيرة وكان بيكتبها في الجرائد والمجلات الثقافية وكذا، لكن ما حس بأنه هو بيقدم عمل أدبي جميل، لغاية ما تحولت واحدة من القصص القصيرة بتاعته لعمل مسرحي وتكسب منها قروش كثيرة. وهو كان طبيب زي ستيلا ووقف حكاية الطب دي وقام واصل في الكتابة بتاعت القصة القصيرة والكتابة بتاعت الأعمال المسرحية. موسكوفيتش قام طلع مجموعة واحدة بس، وبعد ذاك تحول لروائي.
معظم القصص القصيرة جاءت بعد ذاك في الأربعينات والثلاثينات من الفرنسيين، كانت برضو بتصف في الحتة الفلسفية أكثر، مع يعني المجموعة بتاع ديديه كانت بتتكلم عن الوجودية بشكل أو بآخر، معاه تخيل لي كولين ويلسون في مجموعات بسيطة كده. بعد ذاك برضو لجوا للرواية، أخذت المسألة دي يعني حيز كبير جدا من الإنتاج الأدبي اللي طلع بعد الخمسينات والثلاثينات، وبقت القصة القصيرة تأخذ شكل محدد وتأخذ يعني حيز أدبي في الإنتاج الأدبي اليومي. التجربة السودانية من قراءتي أنا يعني مختار عجوبة والجماعة الجوجتة وبعد كانوا يعتمدوا على القصة القصيرة اللي بتكون قوية جدا لغة، أقرب للشعر، أكثر كثافة وتتقدم للقارئ. فلمن جاء واحد زي بشرى الفاضل، هم النقاد التقليديين ما حبوا شغله، حتى كان بتذكر مختار عجوبة قال إنه بشرى الفاضل قصته أقرب للنكتة، وده طبعا كان إخلال فظيع جدا من النقاد في الوقت ذاك، لأنه بشرى الفاضل كان بيعتمد في لغته السردية على الشعر وعلى التجربة قراءته هو يعني كزول مثقف من الأدب الروسي ودرس اللغة الروسية وكده، لأنه حتى القصة القصيرة في الأدب الروسي كان عندها الحتة بتاعت تقديم حاجة جميلة ممتعة لكن بتناقش واقع محدد في الأدب بالشكل الواقعي يعني. فالقصة بتاعت البنت التي طارد عصافيرها والذي الهاهينة فيها الطرافة بتاعت المتعة اليومية بتاعت الحي الأقرب للشيء ممكن يخليك تبتسم وانت تقرأ، لكن في نفس اللحظة بتناقش حاجة عميقة جدا في الواقعية حصلت أو بتحصل أو قراءة للواقع ما زي حصل. فالمسألة دي خلت الكتابة بتاعت القصة القصيرة وارتباطها بالواقع المحدد وبلغات الجديدة الدخل. أنا أتخيل إنه بشرى الفاضل عمل رهيب جدا في المسألة دي، وبقى البايونير بتاع القصة الحديثة السودانية. ولما نجي أجي أتذكر مثلا واحدة من الكتابات بتاعت ستيلا بتاعت الثمرة بتاعت الباي باي، أول وصف بتاع وصف الحبوبة والشعر وكيف تفلي القمر وكده، يعني الدخول في تفاصيل شديدة جدا خلت القصة القصيرة السودانية الجاد بعد بشرى الفاضل تأخذ يعني أقرب للقصص القصيرة اللي بتشبه الأعمال بتاعت ناس أمريكا اللاتينية. فعموما الشيء الوحيد اللي ممكن طلعت بيه من القرايتين الفاتن ديل انه ستيلا جاتيانو لو ما كتبت القصة القصيرة بشكلها الحالي كان ممكن تنافس الصادق الراضي في الشعر، لانه حتى النص اللي اتقرأ هو البداية بتاعته اقرب للشعر من انه يكون قصة قصيرة، وده بيأكد المخرج بتاع القصة القصيرة او المنبت بتاع الاساسي انه بدأت تتكتب بناس ممكن يكونوا شعر. حتى بشرى الفاضل بيكتب شعر، فالكثافة بتاعت اللغة والإيقاع بتاعها السردي بيأكد إنه المسألة دي ماشية لقدام بشكل جيد في السودان، قد تكون عندها خصوصيات الخاصة جدا مقارنة بالأدب الإفريقي الآخر. شكرا. طيب قبل ما نفتح الباب بتاع المداخلات والأسئلة بننبه او بنرجو انه المداخلات تكون مضغوطه شويه عشان ندي برضه مساحه لانه ستيلا تقرا بعض النصوص، ونبدا باستاذنا محمد المهدي عبد الوهاب. هذا سؤالي فني حول العمليه انتاج الادب. فالاستاذ ستيلا لو عندها ما تحكي لنا عن تجربتها مع الناشرين والطباعه وغيره يكون في فرصه في حياة إيجابية ديفينيتلي، في حياة سلبية جدا جدا، فيا ريت نعرف. اوكي، أول حاجة بغض النظر يعني إذا كان في حاجة سلبية حاجة صغيرة جدا يعني، لكن أنا بعتبر نفسي محظوظة جدا يعني إنه لقيت ناس يتبنوني ونشروا لي في الصحف اليومية، وبعد ذاك الناس عرفوا ستيلا من خلال النشر في الجرائد اليومية يعني.
بعد ذلك جاءت تجربة طباعة كتابي الأول. أنا كنت في السنة الثانية في الجامعة، طبعت لي دار عزة أستاذ نور الهدى. فحتى الكتاب يعني أنا سمحت إنه الطبع يعني من غير ما أعرف تفاصيل يعني جوه كده، فلكن يعني بعد ذاك التفصيلة دي حليناها يعني بطريقة أو أخرى يعني. فبنركز على الجانب الإيجابي منه بأنه يعني الناس عرفت استلها والكتاب طلع بغض النظر عن التفاصيل اللي فيها كان في الكتاب وكده يعني. ومن ديك يعني أنا مع كتابي الفرق بين العودة وظهور ذهبي لعشر سنين، أنا ما طبعت كتاب خلال العشر سنين دي. فجاءت تجربتي الثانية اللي هو مع دار رفيقي للنشر، وهو أول دار نشر في جنوب السودان، وظهر في أجواء يعني سلبية جدا في الجنوب. فكان بالنسبة لنا يعني كتحدي كده، كحاجة مفرحة جدا إنه وسط كل هذا الركام والعتمة يعني إنه يكون في بصيص من ضوء يعني. فظهر دار رفيقي للنشر وسيدة اسمه أستاذ دينغوج، ف يعني وبدينا تجربة يعني هو أول كتاب طبعه كان العودة وزهور زابلة. فكانت تجربة يعني بالنسبة لنا هي ذاتها تجربة جديدة يعني، وحتى بالنسبة لوزارة الثقافة ذاتها كان تحدي يعني إنه في دار نشر دايرة تطبع كتاب. فبعد ذاك مشينا الوزارة اكتشفنا بإنه ما في رقم إيداع وما في مكتبة وطنية وكل الحاجات دي ما في. فإمكانية طباعة كتاب في الجنوب كان لأنه ما في رقم إيداع هيتوزع داخل جنوب السودان فقط يعني. فحتى بعد ده قلت له نطبع لازم نضحي على أساس إنه نبني لبنة يعني. ومشينا حركنا الوزارة في اتجاه إنه الحاجات دي مهمة، دولة جديدة وكده، لكن مهم جدا يكون في بعد ذلك. حتى إن الوزارة اتحركت في اتجاه يعني إنها تعمل لجنة وعلى أساس إنه كيف تقدر تحاول تعمل لبنة يعني على أساس إنه نقدر نحصل على رقم إيداع خاص بجنوب السودان. وفي ردود فعل يعني سلبية يعني حتى في الوزارة بعد ما بيجينا نمشي كتير ونسأل وعملت شنو يعني. واحد فيهم قال لنا يا أخي زول اكتب لي 20 صفحة جاي يقول داري يعمل كتاب المهم يعني. فلكن بعد ده الأمور يعني ماشى، ودار رفيقي هسه بيعتبر كوزارة يعني لأنه هسه في طبعة قريبة 14 كتاب في الجنوب ولكتاب شمالي من شمال السودان ومن جنوب السودان. حتى السار حمزة الجاف ونقلاء هسي برضو كتبه يعني كلها حتطبع في دار رفيقي للنشر. فتجربة قاسية جدا لكن لا بد منها يعني لا بد منها. والكتاب ده طبع في الصين ورقم إيداع من السودان وكده يعني فمالتي ناشونال بوك يعني زي ما بقولوا يعني. فلكن الناس لازم يعني تشتغل ولازم تعمل الحاجات مهما كانت صعوبتها يعني. فهذا اللي حصل يعني مع تجربتي مع النشر. طيب ممكن ناخد فرصة تانية؟ تفضل يا ابو بكر. شكرا في البدايه للاستاذ ستيلا ولهذا اللقاء الممتع. بين ظهور زابله والعوده 10 سنين، خلال 10 سنين حرب وسلام، وطن في منفى ومنفى في وطن، وحاجات كثيره في البحيره كانت موجوده كيستاند زي ما قالوا لي في بداياتي لحد اليوم. كيف ستيلا بتشوف هذه الرحلة؟ وليه كان الغياب الطويل لمدة 10 سنين بين العودة، بين ظهور زابلة والعودة؟ أول حاجة معروف إني مقلة في الكتابة جدا يعني ممكن ده عدم احتراف يعني، ممكن أقول إنه عدم احتراف يعني. لكن أنا لو ما استفزت يعني ما بكتب يعني، لو يعني ما في نص كده خلاني ما أنوم يعني ما بنزله في الورق يعني. فبعد ذاك في الفترة ما بين ظهور زابلة والعودة جات فترة الجامعة والقراية الأكاديمية القاسية جدا
في المجمع الطبي والكتب اللي عامله كده ديكي ويعني حاجات صعبه جدا، يعني صعب انه الزول يركز يعني مع خياله ومع نفسيته كده في سلام مع الحاجات اللي حصل اساس انه يستفز. فكان في فتره بتاعت انشغال شديد جدا، وبعد ذاك فتره الزواج واطفال وكده، فدي كلها كانت يعني زي هي فتره بالنسبه لي انا ما بعتبر انه كان بدون انتاج، يعني انا بالنسبه لي كانت فتره تراكميه، تراكم بتاعت حاجات كثيره انا شايفاها وتجارب وكده وكده، على اساس انه الزول ممكن بعد ذاك لو لقى مساحه بيجي بيكتب براحه وبيكتب حاجه كويسه يعني. فانا همي ما اطلع كم يعني، بقدر ما انه اطلع حاجه تقعد 10 سنين يعني. فبالنسبة لي دي حاجة كويسة شديد، ورغم اني بلقى يعني انه الجمهور بيطالب لكن انا ما بقدر صراحة. فغيتو منعم حبيك يا سيلة يا مهما، الناس اللي قاعدين دي كلهم مرقوا قبل ما انتي يعني تظهري. I'm going to go to the house. بالذات في الصحافه وكده، وبقيت يعني تاكلي منها عيش، ده قبل ما تشتغلي وراقه يعني زي ما بيقولوا تعملي فوتوكوبي وكده. ايوه. هل تركتي الصيدله يعني في مقابل انك تواصلي تعيشي من الكتابه، ولا عامله كيف البالانس ده بين ده وبين ده؟ وده طبعا حال مبدعين كتار في بلدنا او في العالم تعرف. طبعا ما في زول بيعيش من الكتابة في بلدنا ديك يعني ولا من الورق، ودي بالنسبة ليهم يعني حاجة ما بتجيب قروش يعني. ف يعني واصلا انا خشيت صيدلة هي كده عبارة عن خطة يعني، خطة انه زول في وضع مادي كان سيء وصعب جدا يمشي لقدام من غير ما هو يخش كلية كويسة بتقدر يعني بعد ذاك تعيشه وتشيل له مسؤولياته الأخرى يعني. فبالنسبة لي صيدلة هو جوب، ما يعني خيار بتاع يعني شغل يجيب لي وظيفة يعني يريح لي دماغي عشان أقدر أفضل الكتابة. فدايما أنا بقول لصاحباتي الحاجات اللي نحن ما بنحبها بتجيب لنا قروش، والحاجات اللي بنحبها ما بتجيب قروش يعني. فعاملين البالانس. أنا ليه هسي ما خليت الصيدلة، اشتغلت في 10 سنين دي كده اشتغلت في صيدليات وبعد ذاك في شركات أدوية، وهسي عملت منصة بتاع public health برضو لسه عن مجال الميديكال ده يعني موجود ومهم جدا يعني. أنا بالنسبة لي يعني إنه يعني أنا أتخيل لي لما يكون الكاتب هو يعني ماديا supported كويس هو بيقدر ينتج كويس يعني. فما في كاتب، ايوه، فما في كاتب بيكتب هو في ازمه يعني، يكتب بطريقه كويسه، طريقه مؤثره، طريقه تقدر يعني تحرك الاخرين يعني. فبس يعني بنخاف من الزحمه والازمه، فبنقوم نامن نفسنا على اساس انه هذول يقدر يكتبوا. وبعد ده يعني عندنا يعني امنيات واعمال انه الكتابه فعلا تقدر تدينا يعني، تقدر تريحنا يعني نفسيا وماديا واي حاجه. اتفضل يا استاذنا سيد احمد. شكرا جزيلا علي يعني اشوفك في الاول، بعدين الحقيقه لانه سمعنا بيك بدري انا شخصيا وقريت على الاقل الكتاب ده يعني، اتوقع انه ارجع ثاني ده ان شاء الله. لكن السؤال اللي بيتسأل في الحالات دي هي انه كيف بتكتب، من وين بتجيك المادة بتاعت الكتابة؟ ده يبدو لي سؤال مشروع دائما بيسألوه الناس، وقدر شنو انه الواحد يعيد الكتابة ولا يكتب لأول وهلا الحاجة بتجيه وكده يعني.
أنا طبعا قريت الكتاب ده الموضوع الأولاني هو العائلة اللي بيجوا أسأله، لكن المسألة الثانية أنا عندي إحساس كبير بإنه هو الشخص اللي كتب الحاجات دي يعني إمكانية بتاع إنه يكتب رواية كبيرة وتحوز على يعني انتباه العالم يعني. فدي واحدة من الحاجات اللي الواحد يتوقعها يعني إنه تمشي فيها، خصوصا إنه العوالم اللي فيها القصص دي هي عوالم مفتوحة في آفاق وكده، بغض النظر عن إنه في نصها في شجرة. أنا دائما بجاوب إنه برضو في جذور زي كأنه في شغل شجرة كده، وسعيد بإنه صورة الشجرة أو طرف من الشجرة موجود. كان سؤالك إنه أنا عبدت كيف أو كيف الوحي بيجيني أو كده. أنا فوضوية جدا في الكتابة يعني، ما بيكون عندي طرابيزة ونور خافض وإذا يعني ما حصل. أنا قعدت كده متداير أكتب يعني، حتى عندي قصص مع قصصي دي يعني. يعني أنا مرات بحس إنه القصص هي بتفرض نفسها إني أنا أكتبها يعني في أي حتة وبأي طريقة يعني. يعني عندي قصة خرائط عوالم مجهولة دي كتبتها في امتحان فيزياء، كان صعب الامتحان ما قدرت أحل في أي شيء، قلبت الورقة وكتبتها خرائط العوالم مجهولة، الامتحان انتهى سقطتها في الامتحان والقصة نجحت يعني. فدي تجربتي يعني، دي واحدة. في العودة كان الكتاب بيكتمل إلا الناشر كان بيقول لي إنه داير نص واحد بس عشان الكتاب يعني يكون، فكان الوقت ضيق وهو بيقول لي داير نص وأنا بقول له ما في طريقة، أنا ما قادر أكتب، خليه وخلاص، ما شرط يعني تنشره هسه. فخلاص هو اقتنع إنه الكتاب هيأخره لحد ما الموضوع كده. فإذا به أنا في استعدادي في سفري من جوبة للخرطوم وقاعدة كده بسوي لي في شعري وهناي فمفروض تكتب يعني كده يعني. بس قلت للبيت دقيقة دي شلت قلم وفي كراتين كده مجدة بتاعت الستايل الشعر ده وشنو، قلبتها بورا وكتبتها قصة كوستي حتسمعوها هسا، فشلتها زي ما هي بورقة المشرة الناشر. فكده يعني، فما عندي يعني أنا ما عارفة ليه يعني، فما حصل قعدت في طرابيزة قلت اتخذت قرار يعني. فدايما الحاجة بتجيني كده زي أمر أنا مفروض أعمله لحد هس يعني. يمكن برضو أنا بعتبر إنه عدم احتراف لأن الناس عظيم الناس بيكتبوا يعني بإنه أنا مفروض أكتب كده. فيما يتعلق بالرواية، فيما أنا بدأت رواية عندي مخاوف من الرواية رغم الناس يعني نفسي طويل في القصص زي ما بقوله يعني، لكن يعني في يوم من الأيام زي دي يعني برضو فجأة كده قعدت كتبت 3 فصول في رواية يعني ما معروف هتجيكم 200 لكنها وقفت في فترة يعني فترة طويلة جدا يعني. فحتى أمين صديق الشاعر ده فقمت المهم هو بيتناقش في إنه الكاتب والشخوص وكده، فقمت قلت له والله أنا بطلت الرواية دي يعني وصلت معي إنها جابت لها بيت وطفشت مني يعني. قام قال لي يا أخي امشي زورية دي حق اللبن كده. فدي يعني إنه يعني الشخوص مرات بيتمردوا على الزول، فما يعني ما جات يعني انتظر البنت تكبر شوية مشغولة بالأمومة. أستاذة خالدة بيستنى وصلنا يعني الجيل الجديد يعني ما حصل لنا الشرف ونحن في السودان نلاقي كتاب وكاتبات من الأجيال الجديدة بأفكار جديدة وبمواعظ جديدة. أتخيل ستيلا في كتابات الأولى في الزمن اللي هو قبل انقسام الجنوب وتاني في الزمن بتاع انقسام الجنوب
استغلال يعني انقسام السودان يعني كانت واكون قريت يعني للاسف ما قريت كتبك لكن استوقفني نص كنت كاتباه عن اولادي دارين في الشمال والمرور والجوازات ويعني نوع التداعيات بعد بين دولتين يعني وانه انت نصك في الشمال ونصك في الجنوب وفعلا يعني ما قادر انسى النص وعكس لي كثير من الحاجات اللي بنتخيل يعني في قسمة بلد واحد لنصين ايهم يعني من الدوافع الاقوى هو حاسه به شكل كتاباتي هل كامرأة من الشمال شمالية قاعدة كتبت كتاباتك الأولى أم بعد ذهاب الجنوب وأنت بقيتي منتمية لقطرين يعني أنا كله ديل يعني أنا بالنسبة لي أنا كل الاثنين يعني السودان الواحد الزمان بكل انتماءات وأنا بنتمي له توتالي والآن يعني زي ما بقول واحد إنه أنت بختك بيتي عندي بيتين يعني زي الراجل يتزوج مرتين ده بيتي وده بيتي يعني فيعني السودان زمان هو راعى استلة وطلع استلة للعالم يعني واهتم بي جدا يعني فأنا مستحيل أنسى ده يعني والجنوب برضه هو يعني أداني كل التفاصيل اللي أنا مفروض أكتب عنه يعني وده كان يعني حاجة بجد الاثنين شكلوني بشكل غريب لدرجة إنه أنا ما يعني ما قادرة أنتمي لأي واحد فيهم غير إن أنا منتمية لكل السودان ده يعني لسه استيل يعني بغض النظر عن الانقسام السياسي الحاصل يعني فبالإضافة للحاجات القانونية دي يعني هي مؤلمة في بداياتها كانت وكده لكن زول يعني قاعد يعني قادر يعني يقعد هنا وهناك يعني من غير يعني مشاكل كبيرة يعني هالمشاكل اللي بيتعرضوا لها كل الناس يعني انا بس مهمتي كان انه انا كيف اقدر يعني انا لما اتكلم او اكتب عن تجربتي بين السودانيين ديل انا ما بتكلم من وجهات نظر ستيلا يعني انا بتكلم عن الاف الاسر كانوا في الحته دي يعني وكانوا بيعانوا جدا ومن السلطات اذا كان في الجنوب او في الشمال على أساس إنهم هم كيف يقدروا يتحركوا بين دولتين وكيف يقدروا يحافظوا على أنفسهم كأسرة واحدة يعني عندها جذور هنا وهناك يعني فكان دي طريقة الكتابة يعني أنور شكرا أبو زين شكرا ستيلا شكرا أنور أنا أرد بلحظة بعدك عندي سؤال بسيط الحرب اللي شهدها السودان من الخمسينات لغاية 2011 حالات نادرة جدا من المبدعين وقاعد وسموا لذاكرة الحرب وذاكرة النزوح لو من الشمال أو من الجنوب هم تقريبا حالتين ويستنوا اللي اشتغلوا عليها بشكل عام جدا في تجارب الكتب ودائما لما أقرأ لها ما بحس إن هي مستنفى شخص هي ماخذة شخص نسقط عليهم تداعيات الوضع السياسي غير وبعدك بشكل بقصة كلام خالد قبل شوية أنا كنت متواصل مع السنة ما بعد 2011 بشكل كبير جدا والانزعاج اللي كانت هي فيه وغيره من الناس يعني كان بيحلموا بمشروع بتاع وطن واحد وحلم كبير بتاع السودان جديد وغيره يعني ده أنا أشوف ستيلا ما بعد التجربة دي هي ورفاقها من الجيل اللي هم أتمسايهم وغيره من الأسماء دي هل قد الناس تحس بالمشروع ده؟ ولا نفس التقاطعات التاريخيه بتتكرر وبرضه المبدعين والناس المستديرين هم يقولوا الجنرالات هم اللي يسيطروا هم اللي يحكموا المستقبل بشكل قاطع يعني انت كمثقف وابتدائي في الجنوب ده شايف المشهد المستقبلي وين؟ والله للاسف انه في تكرار بايخ جدا يعني تم يعني ويتعمل منها نسختين قبيحات جدا يعني هنا وهنا
ما يعني انا ما بقدر اجزم يعني انه، لكن انا كنت شايفه ده يعني، وحتى ارائي وكتاباتي كانت بتتكلم يعني، كنت انتي الحاجات يعني، او كنت سابحه برايي في اتجاه مختلف تماما، وكنت بتكلم ببعد نظر يعني اكثر من انه هسي كوراك وكده يعني. ف المشروع انهار تماما، وللاسف يعني ما قادرين نشوف انه الناس اللي قاعده هسي دي ممكن تحقق لنا المشروع ده يعني. وللاسف يعني انه لحد يعني نفس يعني انا قبل كده كتبت مقالي انه يعني نفس القضايا اللي كنا بنتكلم عنها من 2000 ولا من 98 هي نفسها، بس مشان اتكلمنا عنها في الجنوب يعني، نتكلم عن الوحده، عن السلام وقبول الاخر وكل التفاصيل اللي زمان كنا بنتكلم بها ايام السودان الواحد يعني. فيستيل النسخه قاعده، النسخه يعني النسخه اللي بتقصي الاخرين دي، ويعني تم مزج حاجات كثيره جدا بالسياسه. وبالنسبه لي انه انا جنوب السودان يعني هش جدا، ما كان بيحتمل ده يعني، وكان ده عدم وعي كبير جدا من الساسه يعني، انه يعني حصلت دكسه رهيبه يعني، الناس ما معروف تطلع منها 200 يعني، لانه الناس الجنوب هش تماما سياسيا وكده في كل تفاصيله يعني، والناس لسه عايشه صدمه بتاعت حروب طويله جدا يعني 20 سنه، هم اصلا يعني نفسيا مستعدين ليقصوا لبعض يعني. فاذا به نحن بننتظر لمشروع يطلعنا كلنا، ياهلنا كلنا نبقى ناس طبيعيين، فاذا به نخش في حربين في 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 5 سنين يعني. فدي كانت صدمه قاسيه جدا الجمتنا صراحه. والناس ما قادره تتكلم حتى يعني، لانه يعني حتى يعني انا حتى مرات بكاوين بقول لهم انه انا حريتي في الكتابه في الشمال رغم الحاصل كان اكبر من حريتي في الكتابه في الجنوب يعني. انا في الجنوب عشان تكتب تعمل 1000 حساب يعني. بنقول خساره يعني، لكن استيل في امل، استيل في امل يعني انه الامور تمشي للاحسن، والسودان ده هيتحقق يعني بانه الناس تستمر تعمل بتعمل فيه يعني. فيستيل في اجيال جايه من حقهم انه نحن من هسه نهيئ لهم البلاد اللي نحن، اذا كان سودانين او سودان واحد في النهايه هم هيكملوا بعض في جيره يعني كويسه جدا يستفيدوا منها الاجيال القادمه.